الأول رصدت ليه؟ رصدت لأنه خلال سنوات عملي في الجامعة كنت بلاحظ أن ثقافة الشباب سنة عن سنة بتتدهور، ووعيهم باللقطات المضيئة في تاريخنا وفي القلب منها انتصار أكتوبر برضو بيتدهور، وده يعتبر شيء خطير، لأنه لو ما فيش ماضي يستلهموا منه هيواجهوا أزمات وتحديات الحاضر والمستقبل إزاي؟ فحسيت أنه من الواجب توثيق اللحظات المضيئة دي، وأهمها انتصار أكتوبر لأنه أقرب التاريخ المعاصر والحديث. فحرصت أن أنا أو اخترت نماذج تقدر كل الناس تشوف نفسها فيها. اخترت ضباط صغيرين، مجندين، ممرضين. قدمت مثلاً قصة الشهيد الحي الجندي عبد الجواد سويلم اللي في حرب الاستنزاف فقد عينه وذراعه وساقيه في عمليات بطولية، وبعدين لما جت لحظة العبور أصر أنه يكون موجود مع زمايله على الجبهة حتى ولو في مهمة إدارية. قدمت قصة الفدائي ابن السويس عبد المنعم قناوي اللي بعد نكسة 67 كان بعد النكسة كان مصوراتي عنده شاب صغير، وجه الكاميرا طول حرب الاستنزاف بدأ يوجهها لمراقبة العدو، وبعد كده شارك في عمليات فدائية كان من ضمن فرقة صائدي الدبابات، وقام ببطولات كبيرة جدا مع الجيش المصري. قدمت بعده قصة الست سيدة الكمشوشي بنت المنوفية اللي وهي سنها 19 سنة اتخرجت من معهد التمريض في سن 19 سنة، جالها التكليف في السويس، والدها قال لها خاف عليها زي أي أب، خليك يا بنتي ده هناك حرب، ده بيقولوا كان حرب. قلت له هروح. راحت حصار المستشفى وفي حصار السويس، هي البنت الصغيرة اللي بتكسر الحصار عشان تجري تروح تجيب مية عشان تسقي وهي بتحكي العمليات اللي شافتها وشهدتها، بتحكي عن اللي أنقذتهم من الجنود ومن الأبطال اللي واحد منهم بعد كده بقى جوزها، بتحكي لما كانت طالعه تجري على احد الضباط المصابين بكيس الدم، جه صاروخ على المستشفى، الضابط بقى يقول لها انزلي يا بنتي انزلي هتموتي، تقول له مش هسيبك ابدا. حكت حاجات الحقيقه مش عايزه فيلم وثائقي، عايزه فيلم درامي كبير. لما السبع دبابات دخلوا علينا يوم 24 10 صباح، المرضى بقى في واحد اسمه حسن باتر دراعه الشمال راح مشور علينا قال بس ناولونا الاسلحه، بقينا اجيب السلاح واداتهوله، ما تعرفش طواه تحت باطه ازاي وهو مطور وبقى يضرب، دمر اول دبابه اول ما طلع، التاني جه وراه على طول، التاني كان بات الرجلين الاثنين وايديه سليمه، رحت ماسكه سلاحه ومديهوله، جه اتنين يعني حالتهم متحسنه شويه راحوا كل واحد ماسك سلاحه وداخل مدمرين السبع دبابات قدام المستشفى. ليا الفخر اللي أنا اشتركت في الحرب والله. ومن خلال ست سيدة اسمح لي فخامة الرئيس أستعير مصطلح حضرتك تحية لكل عظيمة مصر.